أهلا بكم مشاهدينا من جديد. عقد مجلس المناقصات والمزايدات جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان ورئيس مجلس المناقصات والمزايدات، وتناول الاجتماع عددا من الطلبات المتعلقة بالمناقصات الحكومية بصفته الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية. كما تزامن الاجتماع مع فتح 93 عطاء ل 21 مناقصة تابعة لعشر جهات متصرفة، وقد تصدرت مناقصات هيئة الكهرباء والماء عدد المناقصات بتسع مناقصات، منها مناقصة شراء مواد كيميائية لمحطة سترا لإنتاج الكهرباء والماء. وكان من نصيب قطاع النفط أربع مناقصات، منها خدمات تسجيل وتحليل بيانات طين الحفر. أما في قطاع الطيران افتتح المجلس مناقصتين لشركة طيران الخليج، منها مناقصة شراء وتنفيذ لمخطط الطيران الإلكتروني. تجاوز المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة في بورصة البحرين 964 ألف دينار، في حين تجاوز المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 4,233,000 سهم. أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 83 صفقة. المزيد مشاهدينا في سياق التقرير التالي. تجاوزت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 21,167,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 4,820,000 دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 415 صفقة. وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة، ارتفعت أسعار أسهم ثمان شركات في حين انخفضت أسعار أسهم ثمان أخرى، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار. وعلى مستوى الشركات جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية. والآن مشاهدينا نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في تغريدة على تويتر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل دعم الإجراءات لتحقيق التوازن في سوق النفط، وأنه واثق بأن أوبك وشركائها سيتخذون إجراءات مماثلة. وأضاف أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة ستجتمع في أبوظبي في 12 من سبتمبر لمراجعة الوضع في سوق النفط واتخاذ توصيات تهدف إلى الحفاظ على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية. وقال المزروعي أن أساسيات السوق جيدة ومخزون النفط العالمي في انخفاض والطلب لا يزال في مستويات جيدة، على الرغم من تصحيح مؤقت في السوق تحركه المضاربات. حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية في آخر التعاملات مكاسب قدرها 13.5 مليار جنيه بعد تداولات نشطة للغاية بلغت 14.04 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 2.1% ليغلق عن مستوى 14,180 نقطة. وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 1.63% لينهي المتعاملات عند مستوى 530.85%. وقفز مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.97% لينهي تعاملاته عند مستوى 1404 نقاط. مشاهدينا النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. أوبر تسجل أكبر خسارة ربع سنوية لها على الإطلاق بسبب تأثرها بالمنافسة الشديدة في أمريكا اللاتينية. عبر
عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن عدم رضاه عن قوة الدولار، قائلا أن سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة تلحق ضررا بالمصنعين الأمريكيين. وقال ترامب في سلسلة تغريدات عبر تويتر أن المستوى المرتفع لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بالمقارنة مع دول أخرى يبقي الدولار مرتفعا، وهو ما يجعل من الصعب بشكل أكبر على المصنعين الأمريكيين المنافسة في ساحة متكافئة. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده ستخفف قواعد الهجرة لاجتذاب المزيد من صفوة العلماء بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال مسار سريع لإصدار تأشيرات الدخول. وقال مكتب جونسون أن المسار السريع للهجرة الذي تأمل الحكومة بإطلاقه في وقت لاحق هذا العام سيكون مصمما لاجتذاب صفوة الباحثين والمتخصصين في العلوم والهندسة والتكنولوجيا. وحذرت جامعات بريطانية كبرى من بينها أكسفورد وكامبريدج من أن القطاع قد يتعرض لضرر بالغ، إذ مضت بريطانيا قدما في الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وهو ما سيدمر الروابط البحثية ويردع أذكى العقول عن الدراسة في بريطانيا. والآن مشاهدينا نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تكبدت شركة أوبر تكنولوجيز أكبر خسارة ربع سنوية لها على الإطلاق بسبب تأثرها بالمنافسة الشديدة في أمريكا اللاتينية وغيرها من الدول، بالإضافة إلى النفقات الكبيرة المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي. وبلغت خسائر شركة أوبر 5.23 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. وكانت الخسائر التي سجلتها الشركة في الربع ذاته من العام الماضي قد بلغت 8 178 مليون دولار أمريكي بحسب الصحيفة.